السلام عليكم، يعطيك العافية محمد. أنا بدي أعطيك أبديت على شغل الأسبوع بالنسبة للـ PHP. هون كنت مبلش أنا بالـ Invoices، هاي بكت مجهزها بس ما كانش فيه داتا. حاليا دخلت الداتا، هاي الفانكشناليتي من سيرش شغالة كاملة على جميع الفيلد. وبرضه هون على الفيلد التحتانية شغالة، كل الفيلد شغال عليها. هلا هنا بعطيني كل الانفويسز هدول الابروفد، حط انا هون شو عشان تعرض لك الانفويس. هي بجيب لك اياها بالشكل هاد، الانفويس نمبر، بعدين بعطيك تاريخها، وهون بعطيك معلومات عن الكاستمر، اسمه والموبايل والايميل والديسكريبشن اللي حطيته على الانفويس. بعدها بنزل بعرض البرودكتس اللي بعتهن، كل برودكت قديش الستوك الموجود، الكوانتيتي اللي بعتها، سعر القطعة والسعر تبعها. وهنا بعطيني السب توتال، إذا في ديسكاونت بعطيني البيرسنت اللي حطيته أو الكمية. طبعا إذا حطيت بيرسنت هو بحسبه تلقائي، بعدين بخصم هنا بعطيني الجراند أماونت، بعطيني تفاصيل كاملة يعني اللي تم التعبئة. هسا بعبي واحد. هنا في خاصية برضو أنا حطيتها إنه إذا ما دفعش كامل المبلغ، هنا بعطيك البيد أمان قديش دفع من هذا المبلغ وقديش ضل عليه 2000. فهاي عملية العرض الانفويس كيف تعرضها. وهنا بعطيني بيندينج انفويس ليست، أشوف الانفويسز اللي لساتهم بيندينج مش فعالات. مثلا خلينا ناخد هاي، بعطيك الانفويس نمبر، التاريخ تبعها، معلومات الكاستمر، نفس المعلومات توتال والديسكاونت. هاي هون مثلا هاي ما اعطاهاش بديسكاونت بالبيرسنت، اعطاها كمية معينة فخصمها. وهون عندك البيد اماونت والدوي اماونت، دفع 7000 من 8000 ضل عليه 1000. هسا بتيجي هون تعمل ابروف. هسا في عملية الابروف انا كمان عامل عليها فاليديشن انه الكوانتيتي هاي تكون اقل من الكوانتيتي الموجودة في الستوك. اذا كانت اكثر على طول بوقف التفعيل. خلينا نعملها ابروف، بعطيك مسج انه ابروفد، طلعت من هون راحت على من البنجينج راحت على الابروفد. بدك تعمل لها فيو من هنا، تعمل لها جميع الديتيلز تبعيتها. هلا معظم الشغل كان هنا في اد الانفويس، انك تضيف انفويس. هنا بجيب النمبر انكريمنتال، الديت تبع اليوم، طبعا تقدر تغيره بس الديفولت يكون الديت تبع اليوم. هنا بتختار السبلاير، بجيب لك الكاتيجوريز تاعته، بجيب البرودكتس اللي تحت هاي الكاتيجوري، بعرض اليونت نيم ورجعتك لنا اياه هذا، والكوانتيتي بعمل له اد. هنا الكوانتيتي عليها فاليديشن، لازم تكون اقل من هاي، نحط 20. description اختياري مش اجباري طبعا، الديسكريبشن. نضيف كمان برودكت 22، وانا بحسبها اوتوماتيك. خلينا نضيف 3 عشان بدي اشوفها في الليست بخليها 3 بس، بدي اخليها 200. هاي هون
كان تقدر تعطيه بيرسنت أو ديسكاونت أو أماونت، خلينا نقول بس 5 ديسكاونت عشان يدفع 2000. هلا هنا السيلكت ستيتس إنه بده يدفع الكمية كاملة ولا بده يعني بنسجل عليه بدين بدوش يدفع، أو إذا بده يدفع بارشل. هسا إذا اخترت بارشل هسا هون 2000، خلينا نقول دفع 1500، ضل عليه 500. برضو هنا بتختار الكاستمر، الكاستمر موجود عندك تختاره من هدول. إذا خلينا نقول إنه زبون جديد بيفتح لي هنا، اختار الإيميل تبعه، تعبي معلوماته يعني هذا إيميل، ضيف لك كاستمر ديسكريبشن، حط اي ديسكريبشن مش مشكلة. نقول انفويس 7، فهي هون الفاليديشن كاملة مفعلة عليه على جميع. خلينا نضيف الانفويس، هاي انفويس رقم 7، وداني على البندنج لانها لسه بندنج. بعطيك انسيت اتس سكسسفولي، هي الانفويس 7، تاريخ 5، ديسكريبشن تبعها، الاماونت تبعها. هون اذا بدك تعمل لها ابروف افتح لك اياها، بعرضها نفس الديزاين، النمبر تبعها والتاريخ، معلومات الكاستمر، هون الديسكريبشن. هنا بنزل لي على الكوانتيتي، البرودكتس اللي اشتراهن، هاي الكمية الموجودة في الستوك، هاي الكوانتيتي اللي اشتراها، وهاي اليونت برايس وسعر كل واحدة، توتال فيش بيرسنت، في خصمنا بس 5، التوتال طلع 2000، دفع منهن 1500 وضل عليه 500. خلينا نعمل ابروف، طلعت من هنا، نروح على ليست تبع الابروف، هي اجت هون عندي ابروفد، تقدر تعمل لها فيو. فهاي هون مان موضوع الانفويسز، هي هاي برشيس، الانفويسز للبرشيس، يعني لو واحد اشترى بدك تبيعه. شغالة الليست للفعال والفيو عليها، البندنج شغالة كيف تعمل بندنج. هسا البندنج عندك كمان اوبشن انك تعمل ديليت غير عملية الابروف، بتقدر تعملها ديليت، يعني مثلا لغيت العملية. انحذفت طالما انت مش عاملها ديليت. طبعا الديليت انا هون عندي 5 تيبلز، في عندي البيم الانفويسز والانفويسز ديتيلز، وعندي البيمنتس، وعندي البيمنتس ديتيلز، 5 تيبل. هسه عملية السيفنج وعملية الديليت بتكون ترانزاكشن، يعني لازم يشتغلن كلهن صح. لما تسيف تسيف في التابل كامل كله صح، ولما تلغي تلغي من التابل كله صح، بعملها كاسكيدنج. فهاي مان عملية الاد جاهزة، كنت انا مش مجهز السيفنج، جهزتها والفاليديشن عليه كامل شغال وكل اشي كامل عليه شغال. عملية الليست سواء للابروفد والمش ابروفد، وكيف تعمل ابروف وكيف تعمل فيو، هذا بالنسبة للبي اتش بي.